ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. حريق ضخم ذلك الذي عرفه إقليم دريوش صبيحة يوم الجمعة واستمر إلى صبيحة يوم السبت. الحريق أتى على مساحات غابوية ضخمة بمناطق إفرني وتفرسيت إقليم دريوش، حيث ذكرت مصادر أن الحريق اندلع في 8 صباحا من أمس الجمعة والتهم مساحات واسعة من الغطاء الغابوي بجبال المنطقة. ورغم تدخل الوقاية المدنية مستعينة بطائرة لإخماد النيران المهولة التي يمكن رؤيتها من مناطق بعيدة، فإن ألسنة اللهب اقتربت من مناطق سكنية، وهو ما أثار الرعب في نفوس الساكنة خاصة بالقرب من جماعة تفرسيت. ولا يعرف الحد الآن الأسباب الرئيسية وراء اندلاع ألسنة اللهب المهولة والتي تسببت في إتلاف مساحات واسعة من المجال الغابوي بالمنطقة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.